اهلا وسهلا فيكم اعزائنا المشاهدين بحلقه جديده من برنامج هنا وعافيه. معكم الشيف محمد شبشول، واليوم محضرين ثلاث اطباق جديده. الاطباق هي اليوم سموك سالمون مع شريمبس والكراش بوتيتو، هو مينلي ابيتايزرز اكثر ما هو سلطة. الطبق الثاني هو البندوره المحشيه بلحمه الحمل، الريسيبي كتير حلو، منشوف كيف رح نساويه. الطبق الثالث هو فوتش الفستو. اطباق طيبه فيها تكتيكات كتيرة. خلينا نبلش بأول طبق والمقادير. عندي هون الشبت، عندي مجموعة من الشغلات الحلوة كتير بتروح مع السالمون مثل المانجا، الأفوغا، الليمون، البصل، الخيار. عندي روكت ليفز، عندي بطاطا مشوية، عندي تشايفز، عندي أفيلا وردش، سور كريم، شريمبس، كيبر وسموكت سالمون. السلطة هي إنه بدنا نساوي الكومبينيشن بين بطاطا الشريمبس والسموك سالمون مع بعض، نعملهم تتبيلة طيبة مع بعض، بعدين نبني الصحن ليطلع عنا ابيتايزرز حلو. خلينا أول شيء نبلش بتقشير البطاطا. البطاطا مشوية طبعا بالفرن، بنقشرها أحسن ما نسلقها مشان ما تصير معنا سوقي. بنقشرها بهذا الشكل. طبعا اليوم انا عامل شيء كمان كتير حلو يلي هو زيت الذهب. زيت الذهب هو عباره عن زيت زيتون وفانيلا والذهب الورق، مو الباودر، الورق، لحتى يصير عندنا بهذا الشكل. شايفين هالكثافه اللي جوا؟ هاي الكثافه تاخذوها بس من ورق الذهب، تمام. ومعه فانيلا اللي هي بتكون بينز، انا حطيته طبعا. الريحه بيعمل اد فاليو للصحن، شكله كتير حلو. هلا بنشوف كيف كمان رح نستعمله. هذا يعني انا مساويه على ايدي فيوجن، وبحب استعمله دائما بالاطباق اللي بتكون يعني فيها سموك سالمون، شريمبس، يعني الاطباق اللي خلينا نقول اكسبنسيف شوي، تمام. هلا بنقشر البطاطا وبدنا نعمل لها كراشت مع باقي الايتمز. سلطه سهله، ما فينا نعتبرها سلطه، ما فينا نعتبرها كولد ابيتايزر. يعني لما تروحوا على 5 ستار هوتيل او على مطعم هيك فخم بتلاقوا هيك نمط من الاطباق ابيتايزرز. طبعا البطاطا هو كمان ليعطيها التكستشر والستارتش، ويعطيها القيمه الغذائيه كمان بجانب سموك سالمون وبجانب الشريمب. من هذا الصحن فينا نعمل أشكال كتيرة وعديدة. اليوم واحد من بيناتها، يعني أنا دائماً بطور الريسيبيات، بطور البرزنتيشن قدمها. سو واحد من الأطباق اللي فينا نساويها اليوم هو بدنا نبنيه عن طريق الرينج هات. هلأ منشوف كيف. طيب منجيب البطاطا، خلينا أول شيء قطعها، بعدين بحطها بتصير الكراش عملية أسهل. منقطعها بهذا الشكل. بعد منها منحط ملح، بهار، ليمون زيست. هلا منشوف كيف. طبعا السور كريم كمان، في حال يوم من الايامات ما كان عندكم سور كريم شو بنعمل؟ في كثير طرق عديده، اسهلها بتجيبوا لبنه، اللبنه العاديه اللي بناكلها نحن، شويه ملح وعصير ليمون، تطلع صور كريم بجنن. إذا ما عندنا لبنة عندنا كريمة، نضربها على آيس، بنحط الكريمة ببولة بنحط تحت منها آيس، نضربهم مزبوط بالويسك، كمان ملح وعصير ليمون، بصير عندكم صور كريم. سو هاي طريقتين تساوي فيها صور كريم بحال ما عندكم صور كريم جاهز، تمام. هلا رح آخذ الويسك وبس أعمل لها كراشت بهالطريقة، لانه انا ما بدي اسويها ناعمه كثير، بدي شيء اعمله بيس مع الرينج بهذا الشكل. هذا لحط شويه زيت زيتون، وملح، فلفل اسود،
طبعا الكيبر بيعطي طعم كمان طعم البيكلز جواتها بيعطيها طعم هيك شوي على سوار كثير طيب. فانا دائما بضيفه لاكلات السي فود لانه بيساعدني اني اخذ طعم كثير مميز في لذعه هيك على طول. هلا البطاطا هيك تمام، رح استخدم هلا المعلقه لانه اسهل اني بهذا الشكل. هلا اهم عنصر اللي هو البطاطا صار جاهز. طبعا البطاطا بدها تكون بارده، ما لا وورم ما لا سخنه، بنو بدها تكون حصرا بارده. هلا بنبلش نضيف العناصر اللي عندنا هون على الطاوله على هالايتم. رح اجيب شويه ليمون، رح نعمله زيست هون مثل ما حكيت. الليمون زيست بيعطي برفيوم كثير طيب للبطاطا ولقديش بشكل عام. طبعا بدي عصير ليمون، هلا بناخذ هون الزيت وبنحطه كمان. هلا انا بدي اخذ شويه من عصير الليمون، بنتبه انه ما يكون في بذر. تمام، هذا اول عنصر جاهز. هلا بدنا نبلش نقطع البصل. ناخذ الشالوتس، ابيتايزر كثير طيب وكثير غالي، يعني كوستو شوي عالي بس بيستاهل، في فوائد عظيمه من الفوسفور للاوميجا. بنقطع البصل بشكل كثير ناعم، طبعا ما حستعمل البصله كلها. في عنا عنصر المانجا اليوم بتشوفوا كيف رح نقطعه ونحطه معهم كمان. المانجا بيعطيها سويتنس كثير طيب. بنحاول نقطع البصل قد ما فينا ناعم. طبعا بصل هيك بكفي، بنحطه مع البطاطا. هلا في كثير منكم بفكر انه نحن عم نسوي سلطه بطاطا، ولكن هي البيس كلياته هون. هلا بدي اقطع شويه تشايفز، شويه كيبرز. كيبرز فيكم تقدموه هيك، فيكم تقلوه وتحطوه على الوش بيطلع كريسبي كمان طيب. اليوم نحن رح نحطه بهالطريقه، انا سبق وقليته قبل هالمره، اليوم حابب اني اقدمه بهالطريقه. تشايفز خليني اخذ شوي ونضيفهم كمان، نقطعهم بشكل ناعم. بدنا نضيف كمان دل اللي هو الشبت. طبعا سبق وحكيت انه اذا بدكم تحافظوا على كل الورقيات عندكم بالبيت تكون على طول فريش وكريسبي، لازم دائما دائما نحطها في ايس ووتر. هلا باخذ شوية دل بجمعهم بهالشكل، غير انه بيعطيني طعم طيب كمان منظره للديكوريشن كثير حلو، وعطول الدل والفينيل بيروحوا مع اكلات السي فود المطبوخة او الرو. الرو يعني مثل الساشيمي، مثل لما بتاكلوا الناجيري، تونة، كراب، يعني السيفيتشي بشكل الاحوال. البيرو كثير مشهورين بالسيفيتشي، هي ما لا رو ولكن هنا بيطبخوها بالحمض، يعني بشرط تكون اللحوم اللي عم يستخدموها، يعني الفيليت تونا، الاوكتوبوس، السكالوبس يكونوا فريش 100%، بعدين بس شويه ملح وفلفل وبيحطوا لها ليمون او سيتروسي وخل
فبتنطبخ بهالخلية، يعني كل شيء بكتيريا بتنقتل فيها. وأهم مادة كمان بتنحط لها هي الوسابي، الوسابي باودر اللي بتاكلوه مع السوشي. تمام، هلا بنجيب الشريمبس، انا طابخه قبل بوقت، رح افرمه كمان ناعم وحطه معه. يعني شوفوا قديش عندنا شغلات لذيذه جوات هالسلطه. انتوا عم تتخيلوا الطعمات، الليمون، الدل، زيت الزيتون، الملح، الشريمبس، السموك سالمون هلا بعد شوي، يعني بدها تطلع مثل الماربل. تمام، هلا بدي اقطع المانجا. طبعا المانجا بيعطي طعم كتير طيب، بيعطي سويتنس للطبق. ما حستعملها كلها، رح استعمل نصها تقريبا او حتى اقل من نصها. هلا بشوف هذا القسم more than enough. انا بس بدي اعطي طعم جديد لهالسلطه. تنتبهوا على ايديكم انتم عم تقطعوا، لانه هي نوع من انواع الفاكهه يلي بتكون خليني اقول يعني بتفلت منكم، بتزحلت لانه كثير لزجه. بهذا الشكل. تمام. الأفوكا رح نقطعها ونحطها طبعا آخر شيء للسلطة. هلا بقيان عندنا السموك سالمون، إذا لاحظتوا رح أبلش أقطعه آخر شيء لأنه ريحته كتير قوية، ما بدي اياها تاثر على الباقي الخضار. هذا السموك سالمون اتس نرويجيان، من النرويج، بتكون درجه السموك فيه كثير عاليه، كثير طيب واويلي مثل ما شايفينه، فريش يعني كتير ظريف وهاي كواليتي. ضروري انه دائما تستعملوا شغلات هاي كواليتي عندكم لما بدكم تقدموا هيك نوع من انواع الاطباق. طبعا رح اقطعهم مكعبات صغيره. ريحه السالمون كتير طيب. طبعا السالمون بيسووه بسموكينج ماشينز. في فرق بين الكيورد سالمون وبين السموك سالمون. السموك سالمون هو مطبوخ بالسموك، الكيورد هو مطبوخ بالسكر وبالملح، طبعا بيسحبوا منه المي. طبعا بنقول مطبوخ انه اسمه طريقه الطبخ، بس هو مو مطبوخ على النار بنوب ولا شايف النار. هلا بقى بدي اقطع الافوكا، وبعد منها من من نساوي الطبق بشكل كامل. الأفوكا مثل ما علمتكم قبل هالمرة ناخذها بالمعلقة بهذا الشكل. تمام، هون بتكون فاضية. هلا رح خلي الأفوكا للأخير، بدنا نشوف كيف بدنا نساوي الطبق. هلا بنحاول إنه نخلطهم مع بعض. طبعا بدها شوية زيت زيتون لحط لها، هلا عصير ليمون ممتاز لإلها، الألوان كتير حلوة. بنحط لها شوية ملح وفلفل أسود لأنه ضفنا كتير من المواد.
زيت زيتون، شوية ملح. بدكم تنتبهوا كمان الملح ما فينا نحط كثير لأنه السالمون إتسلف طعمته شوي فيها ملوحة، ها يعني مع السموكينج. هلا نعمل له الميكس وبنكون جاهزين للتقديم. شايفين الألوان ما أحلاها؟ تمام. هلا بنجيب طبق التقديم وبنبلش نبني الصحن شوي شوي. بنبلش ناخذ الخليط اللي صار عندنا، وبنحطه جوات القطر، بنحاول نرصه مزبوط. طبعا اذا بتحبوا تستغنوا عن الشريمبس فيكم تخلوا سموك سالمون اكيد لحاله، اذا بتحبوا تحطوا كراب كمان بيصير كمان طيب، بس هالكومبينيشن كتير كتير ظريف. تمام. كومبينيشن ممتاز، شايفين الكونسيستنسي رائعة. هلا بنقطع الأفوكا بشكل تشونكي مثل ما شايفين. ونبلش ننقلهم لهون، نحطهم هون على الوش بهذا الشكل. أكل كتير بتجنن على فكرة، الكومبينيشن رائع جدا. هلا صفى ايتم واحد ما ضفناه اللي هو الخيار. الخيار رح اقطعه هلا بطريقة معينة ونحطه. الخيار فيه كتير طرق تساووها فيها بغير هالطريقة، غير انه نقشره فينا بعد ما نقشره نحطه بملح وسكر لحتى نسحب منه المي، وبيصير هيك اسمه يعني بيصير اسمه خيار مضغوط كومبريست، عرفتوا كيف؟ تحطوه بفاكيوم باك وتطلعوا منه الطعم الطيب كلياته. طبعا انا بدي شوي منه بس بهذا الشكل، ونبلش نحطه هون مع الافوكا. هلا بنشوف الباقي وين بدي احطهم. بنجيب الساور كريم بحطها هون، سباتولا بهذا الشكل، تمام. هلا بنجيب الباقي من الخيار، نحاول نحطه بطريقة حلوة هون، شوية كيبرز ما كتير حتى نوازن الصحن. هلا بنجيب الروكت ليفز نحطهم هون، صحن رائع ما تقولوا لي يعني نوب. هلا بننتهي بالردش مثل ما شايفين، بحاول ثبته مشان لما ننقله على الطاوله ما يوقعوا. واخيرا زيت الدهب، زيت الدهب مع الفانيلا. هون ببين قديش هو حلو وبضيف طعم كتير حلو خاصة الفانيلا. الصحن دان، رح ناخده على طاولة التقديم
وبعد الفاصل رح نعمل بندورة المحشية بلحمة الحمل.